أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نقدمها لحضراتكم من قناة الرافدين، ونرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في المدى: منظمة إغاثة مخطط إغلاق المخيمات ينذر بترك 100,000 عراقي بلا سكن. وفي العربي الجديد: صراع الحكومة والبرلمان يزيد معاناة الموظفين العراقيين، لا حلول لأزمة الرواتب. وفي الزمان: إيران تطمح لثلاثة مطالب من واشنطن وفصائلها الموالية لها في العراق ترحب ببايدن. وفي العرب اللندنية: مخاوف عراقية من انتكاسة خطط لجم ميليشيات إيران بعد فوز بايدن. وفي القدس العربي: فريق بايدن يدعو إدارة الخدمات العامة للإقرار بفوزه لبدء انتقال السلطة. وفي العربي 21: أرمينيا تعلن توقيع اتفاق مؤلم مع أذربيجان لإنهاء حرب قاراباخ. أما في الشرق الأوسط فنقرأ: فعالية اللقاح الأمريكي الألماني ضد كورونا تبعث أملا عالميا. العراق الذي لم يدخل سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذه المرة سيكون له ملف دائم على طاولة الرئيس الجديد الذي صوت على حرب العراق، إلا أنه غير رأيه بعد ذلك. إياد الدليمي يقول في صحيفة العربي الجديد إن القادم الجديد للبيت الأبيض يحمل إرثاً في التعامل مع العراق، فقد زار العراق 27 مرة، وهو من اقترح مشروع تقسيم العراق في العام 2006. من المتوقع أن يتعامل بايدن بطريقة ربما مختلفة عن سلفه الجمهوري ترامب، الذي وإن يفضله عراقيون كثيرون سلاحاً لتقليص النفوذ الإيراني في بلادهم، غير أن واقع الحال يفيد بأن حقبته شهدت أكبر تدخل إيراني في العراق، وصل إلى حد سيطرة ميليشياتها على كل مفاصل البلاد، من دون أن تقدم إدارة ترامب على فعل أي شيء، ما خلى التهديد بغلق السفارة الأمريكية في بغداد، والتي تحولت في عهده إلى مرمى للتهديف الصاروخي من الميليشيات التابعة لإيران. على بايدن أن يعيد ترتيب الصورة، فعراق اليوم ليس العراق الذي دعا إلى تقسيمه إلى ثلاث مناطق شبه مستقلة، وعراق اليوم يعيش واحدة من أسوأ مراحله التاريخية في ظل سيطرة شبه مطلقة لإيران على أغلب مفاصل البلاد عبر وكلائها المحليين، فحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت بكل هذه الجوقة السياسية الحاكمة في عراق اليوم وجدت نفسها في لحظة فارقة خارج الحسابات، فلا تملك أرضاً ولا نفوذاً ولا حتى قدرة على التدخل في أي قرار سياسي. لا يبدو أن بايدن يرغب في السير على منوال سلفه ترامب في التعامل مع العراق أو إيران بعد أن تحولا إلى ملف واحد، هذا يؤثر على ذاك وبالعكس. ويختتم الكاتب بالقول إن بايدن قد لا يكون متحمساً لنظرية تقسيم العراق هذه المرة، خصوصاً أن مصالح واشنطن تبدو حتى اللحظة مع عراق واحد، ولكن ذلك لا يمنع أن أي اعتراض إيراني على فتح المجال أمام الوجود الأمريكي قد يدفع باتجاه تجديد تلك الدعوة البايدنية القديمة، والتي قد تعزز طموحات بعض الساسة في العراق ممن باتوا يتحدثون علناً عن ضرورة إقامة الأقاليم على أسس طائفية وعرقية. لم يثر احتلال العراق وما سببه من خراب وقتل ما يزيد على المليون مواطن أي اهتمام أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية، ولم يوضع العراق المحتل على أجندة النقاش من قبل أي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. أيفاء زنجنة ترى في صحيفة القدس العربي أن تغييب العراق وبقية الحروب والنزاعات التي تنخرط فيها أمريكا جاء تأكيداً لسياسة الحزبين المتماثلة في تجنب التطرق إلى السياسة الخارجية عموماً. الإدارات الأمريكية المختلفة لا تجد حرجاً في ممارسة مماثلة باسم الديمقراطية، من بينها تغيير الحكومات التي لا تتماشى مع سياستها أينما كانت،
إما بانقلابات عسكرية مدبرة أو الاحتلال المباشر أو التدخل في تغيير نتائج الانتخابات حتى في الدول التي قاموا بتحريرها وأمطروها بوعود الديمقراطية. وأفضل مثال على ذلك هو العراق الذي تم غزوه واحتلاله لتغيير نظامه أولاً، ومن ثم وبعد أن أعلنوا عن إقامة عراق ديمقراطي جديد وإجراء انتخابات فيه تدخلوا بشكل مباشر في تغيير نتيجة انتخابات عام 2010. المفارقة المضحكة أن يتم التدخل في تغيير النتائج حين كان بايدن الذي يعاني حالياً من اتهامات ترامب له بتزوير الانتخابات نائباً للرئيس باراك أوباما ومشرفاً على ملف العراق. حينئذ تدخل بايدن لصالح إبقاء المالكي راميا نتائج الانتخابات في سلة المهملات، لأن مصلحة أمريكا اقتضت عدم استفزاز إيران أثناء إجراء مفاوضات توقيع اتفاقية السلاح النووي. الجانب الثاني المهم لاستشراف سياسة بايدن الخارجية تجاه العراق هو ارتباط اسمه بمشروع تقسيم العراق. عمل بايدن على الدفع باتجاه تحقيق مشروعه بتأييد من اللوبي الصهيوني لعدة سنوات، إلا أنه دفعه جانباً بسبب عدم تلقيه التأييد الذي كان يأمله من العراقيين خاصة. الكاتبة ترى أن مشروع بايدن لتقسيم العراق يثير تساؤلاً مهماً حول سياسته تجاه العراق، خاصة مع تغييب العراق عن الأجندة الانتخابية. فهل سيعيد الرئيس المنتخب تفعيل خطط تقسيم العراق أم أنه سيترك للحكام بالنيابة تنفيذ ذلك مع بعض التدخل الناعم من جهته؟ عندما نستعيد ذكريات الحرب على العراق بعد مرور 17 عاماً على وقوعها، فإننا نتوقف عند نتائج الغزو الأمريكي للعراق وأسبابه وماذا حقق للعراقيين بعد هذه السنين، وعملية الخداع وتضليل الرأي العام التي استخدمته الإدارتان الأمريكية والبريطانية بأن العراق يمتلك أسلحة محظورة ويهدد السلم والأمن الدولي. هذا ما أشار إليه أحمد صبري بمقاله في صحيفة الميثاق الوطني. يظهر ذلك بتصدر العراق قائمة الدول الفاشلة بالفساد والطائفية والفوضى، فلم يحقق الاحتلال ما روج له من أمن واستقرار، ولم يتحول إلى واحة للحرية والديمقراطية والازدهار، حتى ثار العراقيون على نظام المحاصصة الطائفية في ثورة متواصلة منذ عام لاقتلاع العملية السياسية ومشروع الاحتلال وطبقته السياسية الملوثة بالفساد وهدر أموال العراق وتحويله إلى حديقة خلفية للنظام الإيراني وأذرعه المسلحة. وعندما نستذكر تلك الوقائع التي أدخلت العراق والمنطقة في الفوضى وعدم الاستقرار، تظهر حقيقة النوايا المسبقة للإدارتين الأمريكية والبريطانية لغزو العراق بمزاعم أثبتت الوقائع التي أعقبت الحرب بطلانها وعدم صحتها. وما يؤكد بطلان مبررات حرب الصدمة والترويع شهادة مدير الاستخبارات المركزية الأمريكي جورج تانت في كتابه في قلب العاصفة، الذي فند مبررات الحرب وأكد أن غزو العراق كان قراراً متخذاً قبل ذلك. وتدور الأيام وتنكشف الحقائق ومزاعم الكذب والتضليل التي ساقتها إدارة بوش الابن لتبرير عدوانها على العراق، لتؤكد أن العراق بعد احتلاله عام 2003 جالت في مدنه من أقصاه إلى أقصاه فرق المفتشين والمخابرات الأمريكية التي لم تعثر على تلك الأسلحة المزعومة التي كانت تبحث عنها وتوهم العالم أن العراق يمتلكها. الكاتب يضيف أنه عندما يصف مدير وكالة الطاقة الذرية السابق محمد البرادعي حرب العراق عام 2003 بالعدوان والعار الذي جلبته، فإنه يؤكد حقيقة الموقف العراقي الذي سمعه في آخر لقاء مع مسؤولين عراقيين عشية بدء الحرب. كشفت وثيقة مسربة عن إصدار وزير المالية علي علاوي أمراً وزارياً يمنح فيه مدير عام عقارات الدولة 9 صلاحيات مما يتمتع فيها بما يخص حق الإيجار والبيع والمصاطحة والاستثمار والتقسيط والاستيفاء والإعفاء والبيع بدون مزايدة، وهي صلاحيات تحتاج إلى لجان متخصصة يكون الوزير فيها صاحب القرار الأوحد. باسم الشيخ يرى في صحيفة الدستور العراقية أن هذا الأمر الوزاري المشبوه تقف وراءه جهات متنفذة.
الأمر الوزاري صدر في الخامس من الشهر الجاري، وأطلق فيه الوزير المختص يد مدير عام عقارات الدولة بصفته الوظيفية لبيع الممتلكات بدون مزايدة ومن غير الإعلان عنها. هو إجراء يحصل لأول مرة مع عدم وجود سبب اضطراري أو مخرج قانوني يستند إليه، ما دفع المطلعين للتساؤل عن الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء والغاية المتوخاة منه، وما هو عامل الاضطرار الذي دفع الوزير لإصدار هذا الأمر ومن ثم إلغائه بعد 4 أيام فقط على صدوره. ما دفع للتشكيك بهذا الإجراء المرتبك، فمنهم من فسره عدم دراية وخبرة للوزير لأن المسؤول الواثق من سلوكياته الإدارية لن يتراجع عن قراراته بسهولة إلا إذا كان ذلك ضعفاً إدارياً ينم عن قلة معرفة بما تؤول إليه القرارات المتسرعة، ولهؤلاء الحق بالتشكيك والتساؤل معاً، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك وأكدوا أن الوزير كان مرغماً على إصدار الأمر الوزاري بضغط من جهات عليا لغاية مؤقتة تخدم مصلحة ذاتية، أي أن صدور الأمر أتاح لمستفيدين معنيين لتمرير صفقة خلال هذه الأيام 4، مستغلين ما منح للمدير من صلاحيات تكاد تكون مطلقة تتيح تمرير ما يمكن تمريره، ومن ثم غلق النافذة لحساب المستفيدين. الكاتب يرى أنه بعد الشبهات العديدة التي دارت حول هذا الأمر، فالحكومة ووزارة المالية ودائرة عقارات الدولة ملزمة بالكشف عن أي معاملات إيجار وبيع ومزايدة وتعاقد بكل أنواعه استخدمت فيه هذه الصلاحيات، ومن هي الجهة المستفيدة منها، لكي تتضح الحقائق ويعرف العراقيون أن أموالهم وعقاراتهم تسرق نهاراً جهاراً. سلطت صحيفة الخليج الإماراتية الضوء على انطلاق جلسات الحوار الليبي في تونس، واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أن انعقاد الحوار يعد خطوة أخرى إلى الأمام يقطعها الفرقاء الليبيون، على الرغم من أن تحديات كبيرة لا زالت قائمة وعراقيل محتملة يمكن أن تواجه الاتفاقيات والتفاهمات عندما تنتقل من البيانات إلى التطبيق في ظل ضبابية المشهد في أجزاء واسعة من البلاد. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بدا متفائلاً حين أكد أن هناك فرصة لإنهاء الصراع وأن بإمكان الليبيين أن يرسموا مستقبل بلادهم، وهو ما عبر عنه أيضاً الرئيس التونسي قيس سعيد حين دعا المشاركين لوضع إجراءات واضحة ومواعيد محددة للتوصل إلى حل سياسي شامل. ولم تشذ الممثلة الأممية ستيفاني ويليامز عن نبرة التفاؤل، بل ذهبت إلى القول إن المجتمع الدولي بات على مشارف ليبيا جديدة بعد سنوات من الشد والجذب والحروب والأزمات. ما تم تأكيده في ملتقى تونس جاء نتيجة لما تحقق من إنجازات في مسار السلام الليبي عبر لقاءات واجتماعات بين الفرقاء في بوزنيقة المغربية والقاهرة وجنيف، وصولاً إلى اللقاء الحاسم في غدام الليبية، وكلها ملتقيات واعدة أثمرت اتفاقاً دائماً لوقف إطلاق النار، مهد طريق أمام استئناف تصدير النفط، وشكل تقدماً على خط إنهاء الأزمة. ومن المتوقع أن يحدث ملتقى تونس اختراقاً إضافياً يتعلق بتعزيز الضمانات لوقف إطلاق النار ومناقشة توصيات اجتماع لجنة 5+5 في غدامس، وإذا حصل التوافق فستكون الأزمة عملياً في اتجاه الحل الدائم وتكتمل مع ضبط معالم المرحلة الانتقالية التي سيتم خلالها التوافق على قاعدة دستورية وقانونية لإجراء انتخابات تصل بليبيا إلى مرحلة السلام الدائم. وتختتم الصحيفة بالقول إنه بنظرة متفائلة إلى المستقبل يمكن التسليم بأن مرحلة الفلتان والتناحر قد ولت، وأن الليبيين الذين بدأوا يجتمعون متجاوزين الفروقات بين مرجعياتهم السياسية والقبلية والمناطقية قادرون على كتابة صفحة جديدة وطي سنوات من أسوأ ما عرفت ليبيا في عقود طويلة. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريراً قالت فيه إن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية يعني تهميشاً لبنيامين نتنياهو وتركيزاً أقل على الاحتلال الصهيوني،
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو جعل علاقته القريبة مع دونالد ترامب الذي أعطاه ما يريد مركز جاذبيته السياسية للجمهور الإسرائيلي، لكن الأمور في إدارة بايدن ستكون مختلفة. الصحيفة قالت إن فوز بايدن وضع إسرائيل ورئيس وزرائها الأطول حكماً أمام تخفيض في مستوى العلاقة، ففي ليلة وضحاها أنزل انتخاب بايدن رتبة إسرائيل من قائمة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، ما يعني تراجعاً لموقف نتنياهو على المستوى الدولي، ويربك جداله للإسرائيليين القلقين أنه لا يزال الزعيم السياسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه. وترى الصحيفة أن عودة الديمقراطيين تهدد نتنياهو كثيراً في ظل تراجع شعبيته وكفاحه لتجنب موجة ثالثة من فيروس كورونا وإعادة إسرائيل إلى المسار الصحيح، وفي الوقت نفسه التحضير للمحاكمة التي تنتظره. وبدأ نتنياهو مرتبكاً على غير العادة مع فوز بايدن، وانتظر 12 ساعة بعد إعلان النتائج لكي يقدم التهنئة عبر تويتر بدون ذكر المنصب الذي فاز به بايدن، وأتبعه بفيديو أفرط فيه بالتعبير عن امتنانه لترامب وما فعله له ولإسرائيل. وأوضحت الصحيفة أنه كانت هناك مخاوف داخل الطيف السياسي الإسرائيلي بأن يقوم ترامب بالانتقام لو أفرط نتنياهو بالتهنئة لبايدن، ويقول المحللون أن إسرائيل ستشعر أن التحول إلى بايدن هو تحول في التركيز على النزاع مع الفلسطينيين، خاصة أن إدارته ستواجه وباء فيروس كورونا والاقتصاد والتشظي الاجتماعي، وكلها قضايا تحتاج الاهتمام. الصحيفة ترى أنه في الوقت الذي سيبدأ فيه بايدن بالنظر إلى السياسة الخارجية، فسيركز على العلاقة مع الصين والتغيرات المناخية والعلاقة المتراجعة مع دول حلف الناتو، كما وتلوح في الأفق مسألة إيران. فقد تحدث بايدن عن إمكانية منح إيران طريقا للعودة إلى الدبلوماسية التي كان نتنياهو من أكثر المعارضين لها، ورحب بخروج ترامب منها في أيار مايو 2018. تحطمت طائرة مروحية كانت تنقل قلباً تم التبرع به لأحد المرضى على سطح مستشفى كيك في بويل هايتس شرقي لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. ونجا ركاب الطائرة الثلاثة الذين كانوا على متنها ولم يتعرضوا لإصابات بالغة، وأنجزت عملية زراعة. وأظهر مقطع فيديو رجال إطفاء وإنقاذ عقب سقوط المروحية على سطح المستشفى إلى جانب فريق يحمل القلب. ولم تنجح الطائرة في الهبوط على سطح المستشفى بشكل صحيح، وهو ما جعلها تصطدم بالسياج من جانبها. وسارع عمال الإنقاذ إلى إخراج القلب من المروحية عقب سقوطها، وتمكنوا من تسليم العضو إلى عامل طبي اندفع بسرعة متجها لداخل المستشفى. نذهب الآن مشاهدينا لنشاهد بعض الرسوم الكاريكاتيرية. وبهذه الرسوم نختم حلقتنا لهذا اليوم من صدى الأفلام. في حلقة جديدة نلتقي بعون الله، دمتم بخير، إلى اللقاء.